وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو العميد مختار بن نصر من وزارة الدفاع الوطني. سيد العميد أهلا بك. لو نقيم الوضع الآن في أذهب ولو نوضح تطور الأحداث عسكريا على الحدود التونسية الليبية في ظل ما تنقلت وسائل الأعلام من حدوث اشتباكات بين الجانبين التونسي والليبي. شكرا على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل على أثر الأحداث الأخيرة التي جدت بجهة الذهبة. لكن قبل كل شيء أريد أن أطمن أهالي الذهبة وكل المواطنين المتواجدين على الشريط الحدودي الجنوب الغربي، وأعلمهم أن الوضع على الحدود تحت السيطرة، وأن قوات الجيش والأمن الوطني متواجدة على طول الشريط الحدودي، وقد عززت تواجدها منذ مدة، وهي تسيطر على كل المنافذ وكل المسالك الصحراوية بالليل والنهار لمنع أي استغلال غير شرعي للتراب التونسي. لو نتحدث عن تطور الأحداث في الأسبوع الأخير، بالنسبة لتطور الأحداث أريد في البدء أن أعطيكم فكرة عن الميدان. هنا المنطقة التي تدور حولها العمليات هي معبر وازن، وهو مقابل لمعبر الذهبة ويبعد عنه 300 متر، وبعيد على مدينة الذهبة ب4 كيلومتر. يوم الخميس 28 أفريل نصف النهار نص هاجمت عناصر من الجيش الليبي الثوار اللي كانوا متمركزين في المكان هذا واستولوا عليه واسترجعوه، الشيء اللي خلى بعض القذائف تسقط داخل التراب التونسي في منطقة اسمها سيح سلامة على مسافة 500 متر إلى 2 كيلومتر من المنطقة، وكانت المنطقة هذه خالية من السكان في الحقيقة. هرب الثوار داخل التراب التونسي، تم اعتراضهم من طرف عناصر الجيش الوطني والحرس الحدودي، تم توقيفهم وتجريدهم من سلاحهم حسب القانون ونقل الجرحى المستشفيات، وتم بالتالي حسب الطلب نتاعهم توجيههم الى الحدود الليبيه وغادروا نحو بلادهم. يوم الجمعه 29 افريل على الساعه 7:30 صباحا هاجم الثوار القوات الليبيه بنقطه العبور بوازن واسترجعوها، وكذلك سقطت بعض قذائف شمال بوابه الذهبه. امام الهجوم فرت القوات الليبيه داخل التراب التونسي بوحداتها العسكرية وبمعداتها، تم اعتراضها من طرف عناصر الجيش التونسي، تم تجميعهم، تجريدهم من سلاحهم، وتم ترجيعهم حسب القانون إلى التراب الليبي.